معكم سيليو شيحة، عضو من مجلة غميضة. رانا دايرين بيع مجلة غميضة، هي مجلة جزائرية تثقيفية فيها قصص معلومات ألعاب تنمية الذكاء، ورانا تاني دايرين ورشة أطفال فيها الكولورياج تلوين على الكانفا في الطابلو تاع فانكوف. كاين تاني الفخار، كاين تاني ألعاب دي جو سوسيتي، وكاين ديسان سور فيزاج وبوان ديكتور.